حدا كنت امسك له ايده قبل ما اطلع على المسرح، كان اخر واحد امسك له ايده قبل ما اطلع على المسرح. بعدين بس جوزت انا والياس سلم هالمهمه للياس، فصار ياس يمسك له ايده. بعدين شو صار؟ انا قشطت الياس هالمهمه اعطيتها لاختي صوفي. ليش؟ لان ما بشوفه للياس، اشوفه مش عم شوفه. هيدا الشخص، هيدا الحدا هو البابا. بابا ما بعرف وين انت قاعد، بابا حابة اشكرك قدام كل الناس، قدام بحر صوت، وقلك انه بحبك.